الميزانية غياب الوثائق اللي كتأكد النص القيادي على المعطيات اللي مقدمة. وللأسف في التقرير ديال لجنة الميزانية سجلوا على أنه تم أن الوثائق كثيرة وممكن نطالع عليها داخل المصالح. هذا الأمر هذا كان رأي ديال السيد الرئيس. حنا في التقرير ديال اللجنة لا نسجل رأي السيد الرأي الرئيس بحسب، ولكن نسجل الرأي المتفق عليه داخل اللجنة. هذا كان رأيه بينما كانت وراء آراء أخرى داخل اللجنة. السيد الرئيس الوثائق القانون يتكلم عن إرفاق الميزانية بالوثائق، لكن للأسف ما توصلناش بالوثائق المرتبطة بالميزانية، وكنظن المشرع باللي تكلم